المهم لا أنسى الشكر للقوات الأمنية البطلة التي وقفت موقف الحياد مع كل الأطراف. الشكر لأفراد الحشد الشعبي، الحشد الشعبي أفراده ما لهم علاقة، قد يكون قيادات لهم علاقة بس الأفراد ما لهم علاقة، أدري بهم ما يطلقون طلقة واحدة على أبناء وطنهم. قول له والشكر للقوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة أيضا، هم كان وقفته مشرفة. لا تقولوا لي خرج الموقف عن سيطرتنا وانه العشائر قامت تتقاتل وتريد سعر ابنائها. حبيب السنين العشائرية لا نعترف بها. محمد الصدر اذا انتم اولاد محمد الصدر، محمد الصدر ما يؤمن بالسنين العشائرية. الشرع، الاقتتال، الدم العراقي حرام حرام حرام، سواء من العشائر، من طرف آخر، من التيار، من غير التيار، ماكو. هناك ميليشيات وقحة، نعم هناك ميليشيات وقحة، بس لا يجب أن يكون التيار أيضا وقح. أنا لا زلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع، ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرح حتى من التيار. مظاهرات سلمية ماشي، لا مو ماشي، حتى مظاهرات سلمية بعد ما ريت. شنو ذنب الناس من بارحة العصر لليوم؟ رعب، مدافع وقاذفات وهوانات، شنو ذنبها؟ قاعدة ببيوتها سالمة آمنة، انت تجي تتخلص من الفساد تكتل بالناس؟ لا حبيبي، مقاومة ما قبلت تقام بالشوارع وبين المدن وبين البيوت بعد ثورة؟ بدل عقلك. انسحاب كامل حتى من الاعتصام، وإن لم تطيعوا لنا موقف آخر. إذا ما تخافون على دينكم وعلى عقيدتكم خافوا على وطنكم. شكرا لكم. إذا عندكم سؤال سؤالين أنا جاهز. لا بالسياسة أنا ما أتدخل، وانا قلت انه بارحة اعتزلت وهذا اعتزال نهائي لانه اعتزال شرعي، مو بعد اعتزال سياسة واجتماعيات وامور اخرى. لا، شرعا المرجع قال ماكو تدخل، بعد ماكو تدخل، خلاص هاي هي، فيما لا فيما لا، مالي شغل بعد، انا مواطن عراقي ومالي دخل باي سياسة ولا اي شيء. هو اكو طرف ثالث؟ مالي دخل رجال بالسياسة، لا تسألني. اي بعد عن سياسة انت مو شرقية مو ميليشيا الوقحة، ميليشيا الوقحة. لو حالين الفصائل من قلت حلوا الفصائل ما كان صار هيك.